المطوة بتاعتنا بس الفلوس مش بتاعتنا. علي اخرج انت انا انت انت اتخبي اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 4 من بداية اللقاء وستة أحمر جوه منطقة جزاء الزمالك وعالية وحلوة وهوبا ومنتج والهدف الثاني. يا نهار أبيض يا نهار أبيض الكسفة اللي انت فيها يا حازم حازم. بلال مرة ثانية ومضغوط على بلال وهوبا والهدف الثالث والهدف الثالث. الله 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 اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش مش عايزك كده ها اجمد. طه البيبو واحد لواحد بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول. ارضيه وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو والهدف الخامس. يخرب عقلك يا راجل. بيس يا مان بيس. ويحطها له وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول يا دنيا وراك شغير يا دنيا. كابتن كابتن هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة ولا ايه؟ ليه مليك ايفونا المختفي تماما؟ فوست تلاتة فوست تلاتة فوست تلاتة فوست تلاتة فوست تلاتة. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ولا حد واخد باله مني. انا ما انا انا ايه وراهم لحد ما ادخلهم الغشة. داخل 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 يلم كورت يلم كورت يلم كورت وطلع له حطها له حطها له هوبا والهدف. يا نهار ابيض دبحت المباراه يا ابني خلصت على الدنيا يا ابني. عمرو جمال بالاحضان على وسط الملعب ياخدها مره ثانيه صالح جمعه عايز يلعب التصعيده في اتجاه جاي خطيره خطيره هوبا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا وليد يا سليمان. قلت لحضراتكم مش فاضل في الفيلم اللي انا شايفه ده غير النهايه غير النهايه. يا ولاد الكال دول بقلشوني. هو في ايه يا باشا؟ مالكيش دعوه روح البنك شوفي لي مين اللي صرف الشيك. تام غالي ليه اجاي حطها حلوه جدا في الشمال خطيره 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 خطيره. يلم كورته عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ارضيه اجاي وهوب. يا نهار ابيض حرام عليك يا راجل حرام عليك يا اجاي يخرب عقلك يخرب عقلك للصبح يا ابني. اجاي منك اجاي مش ممكن مش معقول. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي. انت اللي ايه انت اللي ايه. اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ هيعتمد اتصور على اللعب الجماعي وانطلاقه وداخل وليد سليمان هيلعب العرضية عرضية هوبا افتتحناها افتتحناها بدري قوي افتتحناها بدري قوي 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 قوي. حياة النبي محمد دي اللي هيجيب لي جلطة. ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. اما تضحك حتى يجي اما تضحك يا اخي انت النبي محمد. ايوه وادي نفختك وادي لحيتك ادي انت كلك نورك وظلك ادي انت كلك نورك وظلك وايه وايه وحطيتك. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يتدخل رامي ربيعه
وخطيره وخطيره وخطيره. لو حتى ابوك يا كابتن مات وقعت وحتى ابوك هتعمل حاجه. استنى هيحيط ابوك هيحيط ابوك. وخطيره والهدف وليد ازار والهدف. يا نهار ابيض بالثلاثه بالثلاثه يا حبيبي بالثلاثه. يا نهار ابيض مع حسيت ان مكاني مش هنا ومش ممكن يبقى في مطرح زي دي. اتاكدت ان مكاني وارضي وملعبي هناك في الغيط والبراح. عواد تألق من عواد والنادي الاهلي اخطر. ضربه ركنيه من ناحيه الشمال. علي معلول عايز يلعب الكره العرضيه وادي الراسيه تترد لجنر عشان البدايه باللون الاحمر. البدايه اهلاويه. البدايه عن طريق النيجيري جونيور اجايه. مصاديل من يومنا ولا ودماغنا مهيسه. هبص الروح فجر الدوري راح فجر. هبص الروح فجر الدوري راح فجر. طويلة الكورة عند حسين الشحات وحمد النجاز. حسين الشحات يرقص حلوة من حسين حلوة من حسين والتسديدة لكن عواد. حلوة 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 تترد حسين الشحات. حسين الشحات يسجل الهدف الثاني. تجيله الكورة ويخلصها في المرمى. جمهور يا جماعه جمهور عطشان. حكم اللقاء يقول ما فيهاش حاجه. تتقطع الكوره فرصه للنادي الاهلي. رمضان جونيور اشاييه اشاييه الجول الثالث للاهلي. الجول الثالث للنادي الاهلي جونيور اشاييه. الضغط واستخلاص الكوره من رمضان صبحي واللف والدوران. لف والدوران من جونيور اشاييه ويحطها. من فولاذ على طول وليد سليمان بيعمل تسديده وادي المتابعه. جول 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 جول. هدف اول هدف اول من علول. الله ارحموني ربنا يخليك.